قناة الأستاذ نفوري لتوثيق الأنشطة والندوات الثقافية، كل ما هو جديد ومفيد عن الأدب والشعر العربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. عنوان القصيدة ابنة المعالي. تعالي يا ابنة المعالي، نسري إلى الكهف المكوت، حيث الضمائر لا تموت، ما لك وما لي وحرب البسوس، بين فرسدق يسوس وجرير تأمره العنوس، ليدوس القوية بقطف الرؤوس. ليلاي تعالي، لا تجعل الليل يدرك النهار ويفوت، تعالي قبل الليالي العشرين، قبل الشفع قبل الوتر، تعالي نفك طناسيم الشرق ونبعث حضارة حضرموت، تعالي نرقص على تراليم زرياب، فالعتاب وراه التراب بلا ثبوت. لا زال البيض المحضون تحت الحمامة المصون، لا زال البيض المحضون تحت الحمامة المصون، تعالي ليلى ستركع لك بباب الكهف عشتروت. ليلى لا زال قفل كهفنا، ليلى لا زال قفل كهفنا من أجلنا مشمعا بإحكام، تبخره حوريات البحر بالعود بالعنبر كل عام، تحرسه جحافل العنكبوت. لسنا بحاجة إلى كلبهم، لن نتزود بخبزهم، لا تقرب الشجرة احمل الحجر، ارجم الشيطان المدنس، احمل كتابنا المقدس، لنخرس تلاتير الكهنوت. تعالي ليلى نهاجر إلى مدينة أفلاطون، حيث الطيبون ينتظرون، لنشتت عش دجاجة صهيون، حيث الطيبون ينتظرون، لنشتت عش دجاجة صهيون، فنعيد كتابة تاريخنا الموروث. والسلام عليكم ورحمة الله.